اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. خلونا نبدا السوشيال ميديا بضحكه حلوه كده مع زميلتنا الجميله جهاد اللي نورتنا كل خميس بعد الخميس. وانت طيبه وانت طيب وبخير عامله ايه يا جميل؟ ومصر بخير يا رب دايما. مصر هتفضل طول عمرها بخير طول ما شعبها حلو كده وطول الوقت ايد واحده ايد واحده. طيب بالمناسبه دي بقى، مناسبه مصر، خلينا نبتدي باول ترند معانا. ولا صوت يعلو فوق صوت قمه المناخ. طبعا طبعا. بصراحة يعني هو ترند مش بس محلي، هو أصبح ترند عالمي فعلا. بالظبط كده، يعني على تويتر مش بس في مصر، لا هو كمان ترند عالمي وبرضو على مستوى جوجل ترند، فالدنيا العالم كله بيتكلم عن اللي بيحصل في مصر. ودي نقطة مهمة، أنا بشكرك على إثارتها في الأول يا جهاد، لأنه دايما انت عارفه مش اعداء النجاح بس الناس اللي هي دايما بتحب تسودها دي. طول الوقت يقول لك يا عم انتوا عمالين تفخموا في اللي بيحصل في شرم، مؤتمر، انتوا عمالين تقولوا مصر تتصدر العالم ومصر تبهر العالم، كفايه بقى طنطره لنفسنا. بالظبط. فكويس ان انت جبتي الكلام اللي بيثبت ان العالم نفسه هو اللي عامل مؤتمر المناخ وشرم الشيخ ترند مش احنا. بالظبط. فبالتالي دي شهاده الاخرين فينا مش كلامنا عن نفسنا. لا، ووصفينها بقمه الجمال وقمه التنظيم، يعني مش بس قمه الحمد المناخ. لله. فالحمد لله بصراحة، يعني أنا عايز حاجة أقول لك مشرفة. حاجة ما أكدبش عليك، يعني رغم طبعا إحنا موجودين هنا عشان الشغل والهوا والتغطية اللي إحنا بنعملها من هنا مع زملائنا المراسلين هناك، بس المشاهد والفيديوهات اللي أنا بشوفها مخلياني بصراحة بعمل كده عشان أسافر. عايز تروح شرم؟ إيه، أولا أنا ما شفتش شرم بالشكل ده قبل كده، يعني أنا آخر مرة كنت في شرم حوالي من سنتين وكانت جميلة حقيقي، بس ما كانتش كده. هي لا دي هي دي مبهرة دي. لا، وصلت لمرحلة الإبهار. برافو عليك، ده المصطلح الصح، ان هي عدت من مرحلة انها جميلة الى انها مبهرة. عندك حق. فانا عايز اروح ازور المبهرة بصراحة ان شاء الله قريب. ان شاء الله بإذن الله. فخلينا بقى ننتقل للترند اللي بعده. اتفضلي. كلنا شفنا صورة ولد صغير في نادي الزمالك من الأشبال او متدربين او دفعة 2011، كل ما بيجيب جول هو متفوق، كل ما بيجيب جول، كل ما بيعمل حركة حلوة، لعبة حلوة، بيرفع التيشيرت ويبين صورة والدته المتوفية. الله. وبيقول في الجنة يا أمي. فبصراحة لقطة الله، لقطة جميلة جدا. ده يعني أنا متأكد وبدعي له من جوايا دلوقتي إنه يبقى ولا شيكابالا ولا أيمن يونس ولا فاروق جعفر ولا كل أساطير الزمالك دي، لأنه هي دي النوعية اللي أنا بحبها وبتمناها إنها تكون موجودة في لعيبة كرة القدم في مصر. إنها ما تطلعش من جذورها. الله يفتح عليك. اللعيبة المأصلة اللي إحنا من بلدي كده الأجيال القديمة شوية يقول لك ده قاعد على طبلية أبوه وأمه. يعني اتربى على طبلية أبوه وأمه وكل وشرب حنانهم وعطفهم واحترامهم ومش عارف ايه. فولد رغم وفاة والدته وهو في السن الصغيرة دي ولسه ما وصلش للنضج والادراك، ومع ذلك متعلق بيها كده وفرحان بيها وبيتفخر بيها مع كل لعبة حلوة او جون بيجيبه. بالزبط. هي دي النوعية اللي بنحبها. فيعني يا بخت نادي الزمالك بوجود الولد ده، ويا رب كمان يبقى موهوب بحيث انه يكمل طريقه ويبقى واحد بس من يكمل في الزمالك ولا ايه؟ طبعا يعني اهلا بيه في اي حته هو يحبها، بس لو هو بيحب الزمالك يبقى يكمل في الزمالك، ربنا معاه. والنموذج اللي بعده، شاب في فرحه ما نسيش فضل امه. النهارده مالك ايه حلو؟ انا جايه امهات بقى النهارده. لا والحياه النهارده كل اخبار حلوه الحمد لله، يعني يعني ماشي. طيب ماشي ماشي، خلينا في الحلو. شال امه في فرحه وقال هي شالتني طول عمرها. فانا عايزه ارد لها الجميل. شالها؟ شالها في الفرح ورقص بيها إيه تقريبا كده. الله يا حبيبي. فرحة يعني عايز اقول لك، عايز اقول لك انها مشاعر محدش يحسها. مين اسعد الدنيا في اللحظه دي؟ الام طبعا اللي بتشال. الست اللي فوق دي صح، هي اسعد واحده في الدنيا، لانها اولا ده اليوم اللي بتتمناه طول عمرها. صح، عندك حق. ده اليوم، ده حلم العمر انها تشوف ابنها لابس بدله العريس في يوم فرحه، فهي في سعاده دنيا ما لهاش زي. صح. فما بالك كمان بقى تضيفي للسعاده بتاعت ان انا شايفه ابني بيتجوز ولابس العريس كمان انه تمر فيه بالبلدي كده، اسمه تمر، تمران فيه العشره والتربيه والحنان والتضحيه وكل حاجه، فساب عروسته وشالني. دي على فكره ليها معنى كبير قوي. عندك حق، ليها معنى كبير قوي. يا رب بس عروسته كمان تقدر ده،
مش عارف يعني، مبقاش في اي نوع من انواع الغيره. بس انا لو من عروسته بقى ما واحنا ماشيين شيلني يا حواس اشمعنى شلت شلت مامتك ما دام بتشيل شيل صح، هو انا بجد هيشيل يعني. لا هو والله بجد يعني ربنا يكتر من النماذج دي اللي فعلا زي ما انت قلت الاكزامبلز دي او الامثله دي. بس ما تحينيش قوي عشان انا جايه لك بقى. معلش معلش بس كويس ان انت حطيتي سبوت او ضوء على النماذج دي لانه الناس لازم تشوفها. صح، عشان اللي عارفه ليها، لان السلبي بينتشر اكتر. دي نقطة. بس في نقطة كمان أهم في علم النفس شوية كده، أنت عارفة أنا بدعب شوية في علم في علم النفس والسايكولوجي يعني. في حاجة اسمها، مش عايز أغلس عليكم قوي في بس في حاجة اسمها الأحاسيس أو المشاعر الارتدادية. يعني إيه؟ يعني لو واحد عاق مش معوق، واحد عاق لأمه، عاق لأهله وعاق لأمه، قاعد دلوقتي في التلفزيون وبيتفرج على الفيديو ده. ده بقى اللي في علم النفس اسمه المشاعر الارتدادية. هيحس فورا بايه؟ ايه الزبالة اللي انا فيها دي؟ صح، عندك ايه الوحشة اللي انا فيها دي؟ ده التطهير الذاتي، ده بقى في علم المسرح يعني اللي انا درسه. لا لا ده مسرح ماشي، ده مسرح ارسطو. بس ايه؟ ارسطو قال نظرية ان لما حد بيشوف حاجة نموذج ويبان ان هو سيئاته فيه ويكون هو برضو يعني بيمر بنفس التجربة السيئة او نفس الطباع السيئة، بيحصل له نوع من انواع التطهير. فهو ده بقى الارتداد من ناحيه المشاعر الارتداديه اللي انت قلتها. الف سلام عليك يعني. نشوف الموضوع ده بعدين. مسرح بقى معلش. ماشي. فالقصه هنا كده انه دي بتبقى دروس، لان لو واحد بقول لك قاعد وهو عنده مشاكل او مزعل امه او عقل امه او كده وشاف المنظر ده فورا يحس، يقول لك يا نهار اسود بقى انا مطلع عين امي ومزعل امي وعاصي امي وما بزورش امي ومجافي امي، وواحد تاني بيعمل كده في امه. صح. فلازم هيحس هنا بقى الضمير ومش عارف ايه. فبقول لك عشان كده المشاعر الارتدادية اللي هي عندك حق بتقوم جايه عليه. فمهم قوي ان احنا نزيع النماذج. يا ريت بقى انا هاخد من كلامك ده، ويا ريت ابن او بنت الام او النموذج اللي احنا هنعرضه دلوقتي يحس بالمشاعر اللي انت قلت عليها. هي للاسف فيديو انتشر لام في الشارع بتعيط وبتشكو من اولادها ان هم بدل ما يشيلوها زي الولد اللي شالها في فرحه رامينها في الشارع. اوف. فيعني يا ريت زي ما انت بقى بتقول كده ان هم يحسوا بنفسهم. الام بتشكو انها في الشارع، بتعيط وبتشكو وبتقول ان هي ملهاش حته تروح فيها. يا ساتر يا رب. فيعني كان فيديو مؤثر جدا. عندنا فيديو جداً. للست طب عندنا فيديو. اتفضل. عايزه عمر سمر نجيب تجيني تاخدني تاني. مين سمر نجيب دي؟ سمر نجيب بتاع البحر الكبير. هي جات لك قبل كده؟ تجيني تاخدني، انا عايزاها كده. خدني تسمعني، انا تعبت من الشارع يا عبد السمر، انا تعبت، تعالي خديني، انا قعدت في الشارع الثاني اهو. مين سمر نجيب دي واسكنه فين؟ سمر نجيب. نديم؟ سمر نديم. ده منين؟ ادي المره كنت انا اللي غلطانه. ساكنه فين دي طيب؟ انت بتتنمي في الشارع يا حاجة؟ انت اسمك ايه؟ نحمده ايه؟ نحمده محمود مصطفى. ولادك فين ولادك؟ سميني محد بيسأل عليا ولا حد بيصوم ولا حد بيقول لي حتى ازاي. طب انت بتنامي فين يا حاج؟ الشارع يا حبيبي. فين يعني انت بتنامي؟ هنا على الطريق الزراعي هنا؟ عند المايه كده، عند في متنامه هنا كده. عن طريق الزراعي في متنامه. زي ما انتم شايفين يا جماعه، بصوا تقول ايه بقى؟ طبعا يعني نحمده على كل شيء، نحمده وهي اسمها نحمده. لكن لا ما يتقالش ده، يتقال كلام كتير يعني. اولا كاولادها لساني الحقيقه ممكن يقول كلام يعاقب عليه القانون، فمش هينفع اقول عليه على الهواء. بس يعني ايا كان المبرر، يعني ما ينفعش حتى للحظه اقول لك اصلها كانت مش عارف ايه، اصلها كانت بتغلس على مراتي، اصلها كانت تقلع الجزمه اللي في رجلها. صح. وتديهم هما الاثنين. صح. ويقولوا كمان وهم ساكتين. عندك حق. مفيش حاجه اسمها الام والاب يلاموا على اي شيء الا ان يدعوني للاشراك بالله سبحانه وتعالى. القران بيقول كده يعني، بتطيعهم وانت صاغر في كل حاجه حتى لو غلط، الا انهم بيقولوا لك اكفر بالله بس. صح. فمفيش مبرر. لو مراتك قالت لك طلع مراتك وخلي امك، مش تنصر مراتك على امك، فمفيش كلام عن الولاد.
بس كمان اللي مضايقني اكتر انه ما ينفعش هذه الام وهذه السيده تفضل في الشارع يوم كمان. عندك حق. يعني انا بس برجوكي بعد الحلقه مباشره باعتبارك انت الخبيره بتاعت السوشيال ميديا يعني تقولي لي بس مكانها فين او نعرف نعثر عليها فين علشان نتواصل معاها ونشوف دار رعايه تابعه لوزاره التضامن للمشايخ والعجائز تتحط فيها وتتعامل معامله كريمه ورائقه، لانه مش بعد السن ده وبعد العمر ده تتهان الاهانه دي تحت اي بند يعني. فانا يعني اعدكم ان شاء الله انها مش هتفضل في الشارع باذن الله. باذن الله. طيب نخرج بقى شويه منك لله. بسطتيني في الاول قلت لك ما تنبسطش وبعدين كابتيني. انا من امتى بفرحك للاخر؟ صحيح صحيح. طيب ناديه الجندي نموذج بقى للانبهاج بقى والفرحه وانا الانبهاج ايه الانبهاج دي؟ عايز ابسطك باي شكل؟ سيبني استخدم اي مصطلح دلوقتي. اتفضلي. ناديه الجندي بعد العمر ده كله بقى والناس عماله تقول ربنا يديها الصحه يا ستي. لسه زي القمر، لسه مهتميه بنفسها، لسه شيك، وطلتها بتطلع مجرد ما تطل طلتها دي بتطلع ترند. اخر حاجه طلت في مهرجان الاذاعه والتلفزيون زي القمر بفستان احمر إليجنت جدا. زي الاحمر ده؟ لا عايزين الفستان بقى. هتقولي ده احمر اللي طلع ترند. الفستان ده بقى قلب الدنيا على السوشيال ميديا والناس كلها قعدت تقول. انت عارف بقى هي كل ما بتنزل فوتو سيشن الصور حتى اللي معانا دي بتبقى ترند. كل الصور اللي عرضناها دي كلها طلعت ترند، بس الاحمر بالذات ده عمل الاحمر بقى قلب الدنيا. يا سلام. لان كان إليجنت جدا ومصغرها جدا جدا. وفعلا يعني الناس كلها قعدت تقول لا ده انا هو عندي 16 سنه ولا عندي 17 سنه وشكلي كبير. فهي فعلا هي بتثبت كل شويه ان العمر رقم. بصي الحاله طبعا حاله حلوه. الحاله انا طبعا مش مع فكره ان السن كام وبلبس كام وعايز ابقى ترند، مش قضيتي، كل واحد حر في النقطه دي، لان انا برضو مش من انصار قوي حاجات في حاجات يعني. ماشي. لكن انا مع حاجه واحده وهي فكره الاقبال على الحياه. ان مفيش حاجه اسمها عمري خلص، او مفيش حاجه اسمها انه السنين عدت او ومضى قطار العمر يا ولدي. صح. الكلام ده لا، ولا سن الياس ولا الكلام المصطلح الغريب. عايز اقول لك ان في ناس شباب بقلوب معجزه، شباب بقلوب معجزه، وفي عواجيز بقلوب شابه. لا ده انت النهارده بقى. لا 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 بص بقول لك الحته دي هي خانقاني شويه بس بتطلع بس فرقه. والله هو الراجل بتحمل قميص قال لي لازم تلبسه مقفول بس يعني. كان عنده حق. هو في حاجه اسمها يبيعه لي ويشترط عليها بيسه مقفول؟ ده حاجه خنيقه. المهم فانا بحب كده الناس اللي عايشه طول الوقت بقلوب شابه، وان الرقم اللي موجود في العمر ده ملوش اي علاقه بحبي وتمسكي بالحياه. وده اللي احنا بنتعلمه طول الوقت من الشعب اللبناني. شعب رغم كل الازمات والصعاب اللي بيمر بيها الا انه دايما محب ومقبل على الحياه، ودي حاجه حلوه قوي. طيب لما احنا بقى نبقى بنحب الحياه، وطبعا شكرا للفلاتر يعني. لا بس 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 خلاص الموضوع انتهى بعد كلمة بس دي. بس خلاص. طيب لما نبقى بنحب الحياة، ها ما يجيش بقى الناس اللي تكرهنا في الحياة. طبعا. بمعنى إيمي سمير غانم من حين لآخر كل شوية يطلع عليها شائعة شخصية جدا، يعني ندخل في حياتها الشخصية جدا، شوية يقول دي مريضة، دي انفصلت عن حسن الرداد. مش معنى إيمي بالذات يعني. آخر مش عارفه هي نصيبها كده، في ناس نصيبها من الشهره بيبقى كده، الشائعات بتجري وراها. بالظبط. اخر حاجه بقى اللي هي كل شويه بتتردد، دي حامل، دي حامل، ده دي دارت بطنها بالشنطه، دي لابسه واسع لبس حمل، وانتوا مالكم؟ صحيح. يعني ليه الضغط النفسي ده؟ لا وحتى لو حامل هو دي حاجه وحشه؟ لا هم يعني بقى ايه سبق صحفي؟ ان هم جابوا التايهه. بقى اللي حامل بقى ومش قايله. ما عملتش واحنا اللي بالظبط بالظبط. هم اللي عملوا السونار يعني. بالظبط، بس انا شايفه ان ده ضغط نفسي، يعني حتى دي نفس الكلمه اللي هو يعني ضغط اجتماعي كمان. لا ده مش ضغط نفسي يا جهاد، ده سماجه. حاساها شويه زي ايه؟ ما فيش حاجه جايه في السكه. انتوا مالكم؟ انا بقول لك عشان كده سماجه. بالظبط كده. يعني بالظبط كده بتعملي كده. محدش عارف ظروف اللي قدامه. خدي بالك انا بيقولوا على بعض الاحيان مدب. بس انا فرحان. يعني اذا كان مدب بالمنطق بتاعي انا فرحان ان انا مدب. يعني انا بجد حد من اصحابي يقول لي ما فيش حاجه في السكه. فاقول له انت مالك؟ يقول لي ايه ده؟ ايه الرد ده؟ اقول له انت مالك صحيح؟ ما تيجي تعيش معايا انا ومراتي. انا بسالك يا عم في حاجه جايه في السكه ولا بتعرف نخش بيتكم؟ فنفس الفكره احنا كيفه دخول في خصوصيات حياه الاخرين. وطبعا للاسف الشديد الخط الفاصل ما بين الشخصيه العامه والفنان والنجم اللي هو عنده الجزء الكبير من حياته لجماهيره، بس في جزء له ولاهله. الجزء ده لا للاسف بعض الجماهير بتستبيح كل الفنان. عندك حق. يقول لك انت 100% بتاعي وملكي. ومفيش حاجه اسمها كده.
لا ده هي كمان صرحت قبل كده ان هي طلع عليها شائعه ان هي مريضه، وبسبب الشائعه دي وانتشرت هي مرضت فعلا. يا ساتر. فضلت تعبانه فتره نفسيا وجسمانيا. دي جميله، واللي يقعد معاها واللي يعرفها طاقه حب وطاقه ضحك وطاقه بهجه. هما الاثنين طبعا دنيا و وإيمي. وإيمي أصلا بعتبرهم أخواتي الصغيرين، لأن أنا كنت صديق قوي 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 للراحلين العظيمين سمير غانم ودليل عبد العزيز، وأعرف إيمي ودنيا من أيام ما كانوا بيبيهات يعني. فتربوا على إيدي وشفتهم لحد ما بقوا حلوين كده ونجوم حلوين. فبقول لك تقعدي معاهم طول الوقت ما تبطليش ضحك، ما تبطليش بهجة، ما تبطليش فرحة، وتحس إن عندك كده بطارياتك بتتشحن وأنت قاعدة معاهم. حاجة ربنا يخليهم ويفرحهم. وطبعا تحيه لازواجهم اصدقائهم الاعزاء حسن الرداد ورامي رضوان. طيب عايزه اقول لك بقى، بما انك انت النهارده مصطادني. انا مصطادك؟ طيب ماشي. مش عاجبك مصطلحاتي؟ لا احب اقول لك الانبهاج. جايه من البهجه، جايه من البهجه. ايوه صح صح. احب اقول لك بقى، ها بهججه، لو انا مش عاجباك، ها ايوه ايوه الحاجب ده كده، عامل النظافه اللي هو الشهير بواقعه الكشري هيبقى زميل. عمل ايه تاني؟ هيبقى زميل. زميل ايه؟ مش انا مش عاجبك؟ عمل ايه صحيح؟ هيبقى مذيع. لا هو فشل دي اخر حاجه فن لا لسه ما فشلش، هو ماشي في كل الخطوط مع بعض، هو عارف هو بيعمل ايه. عمل ايه في الاذاعه؟ هو للاسف يعني المفروض انه تعاقد مع احدى الجهات المنتجه للبرامج ان هو يقدم برنامج، وادينا قاعدين بقى مستنيين ايه محتوى البرنامج اللي هيقدمه هذا الشخص. لا أشك. اللي مش محدد هو عايزه. لا لا هو خبر منتشر بالصور وهو بيوقع. اشك يا رب يبقى شكك في محله، لان ده هتبقى حاجه كده يعني صدمه. اشك لانه ما عنديش معلومه، بس انا بقول لك اشك لانه انا مؤمن انه لا يصح الا الصحيح يعني. فعشان كده بقول لك اشك. اشك. والاغاني هتشك برضو؟ اه يا رب يا رب بقى النقابه فعلا تتدخل. تجمع انت شفت بقى القمه دي؟ شفت. از وجري ولا انت شوجري و عصام شعبان ربنا هيعافينا ربنا هيعافينا. صح عندك حق. نختم بقى اخر حاجه بقى. فاكر احنا من فتره كده يمكن اول فقره ليا معاك قلنا كان في فرح عشان يطلعوا ترند، بس كان غربي يعني، عشان يطلعوا ترند ولعوا في نفسهم. اه صح المجانين دول. اه دول بقى خافوا اللي معايا بقى النموذج الاخير ده خاف على نفسهم ان هم يولعوا. كويس. في نفسهم. فعمل ايه بقى العريس؟ ولعوا في لبس العريس. لا لا لبس العروسه التورته. لبس الايه؟ العروسه التورته. لبسها التورته يعني ايه؟ خبطها يعني بالتورته؟ اه مسك قطعه تورته واصر ان هو يلبسها في وشها التورته. وهي بتضحك ومبسوطه، بس هو إيه الفيديو لما نزل اثار الجدل. ايه ده؟ ايه ده؟ انا قلت هتقوم بقى يعني تاخد حقها فرحانه. ايه ده؟ ايه الغباوه دي؟ ايه الغباوه دي صحيح؟ ويدنج كيك بانك سماش برانك سماش برايد سيد شي لافز هير هازبند تيك توك فلت مش عارف ايه اي كلام في البتنجان. ايوه ايه اللطافه اللي هو عملها؟ ايه اللطافه في الحركه دي؟ اللطافه ان عايز يطلع ترند برضه بالبوني تيل بتاعك ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحكمه ان هو يبهدلها البهدله دي؟ لا وايه الحكمه ان هي مش زعلانه حتى؟ دي غريبه. اكيد الجوازه دي خلاصه حق. ما هو ما تستحملش البهدله دي الا لما يكون عليها ماسك عليها زله. لا عايزين ده اكيد يعني اتفاق قبل المشهد ده. حتى ايه الاتفاق الغبي ان انا اتبهدل واقع كده الواقعه السودا دي والميك اب بتاعي بوظ والكيك اللي دافعين فيها قد كده يعني ايه اللي طفل في كده؟ بس غير ده عشان نتكلم عنهم بالظبط. هم تلاقيهم عاملين الكلام ده عشان الفقره بتاعتنا دي. قال لك تامر وجاد يتكلموا عنها طبعا. خلاص يا سيدي اديني اتكلمت عنك فرحت انبسطت والله يا هيافة. نورت يا جهاد. ربنا يكرمك. دايما فقرتك ممتعه حتى بعد الحاجات الوحشه اللي بتحطها لنا دي، بس بنستفيد. شكرا جزيلا. ميرسي.